بركة الحبشية أم أيمن، ودي حاضنة من حواضن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة فاضلة تقية رضي الله عنها. كانت حاضنة له مع أمه وذهبا في بعيرين. طيب، أم أيمن قالت: كنت أذكر أن رجالا من يهود رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عندي لما كانوا في المدينة، قال: فسأله أحدهما: ما اسمك؟ قال: أحمد. قالت فكشف عن ظهره فرأى فيه خاتم النبوة، فقال لها: هذا نبي هذه الأمة، وهذه هي دار هجرته. شوف، اليهود كانوا عارفين كويس. قال لها: وهذه هي دار هجرته، وسيقع فيها من القتل والسبي ما يقع كويس. فخرجت به أمه خوفا عليه من اليهود. لما رجعت بين مكة والمدينة، منطقة اسمها الأبواء، ماتت أمه، ورجعت به أم أيمن إلى أن أوصلته إلى جده عبد المطلب.